لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، قال فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك لرفع البلاء أو دفعه. من أين هذا التغليظ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقد ذكرنا أن الحديث فيه ضعف محتمل وله شواهد تؤكد المعنى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على من تعلق تميمة فقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا حديث صحيح، وهو من أشدها تغليظا. وأيضا التغليظ في فعل حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقال فقطعه وتلا قول الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كل هذا فيه تغليظ شديد، أن الصحابة عادتهم دائما الرفق بالجاهل، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو قدوتهم في ذلك، كما فعل مثلا مع الرجل الذي تكلم في الصلاة فقال إن الصلاة يعني هم الصحابة به، فقال: والله ما رأيت معلما أحلم ولا أكرم منه، فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وكذا الأعرابي الذي تبوله في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، فقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر. فالرسول كان هديه الرفق بالجاهل. وأما مسائل التوحيد فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يغلظ فيها: فوالله لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذه كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فانزعها فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا التغليظ لأهمية أمور التوحيد، رغم أن هذا في الأغلب الأعم عند من دخل في الإسلام ليس عن اعتقاد ضر ونفع بذاتها في هذه الأشياء، ولكن على أنها أسباب، فهذا من باب الشرك الأصغر. ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم غلظ في هذا الباب حماية لجناب التوحيد، ومنعا للصحابة ومن بعدهم من الأمة أن يقعوا في هذه الأشياء. قال في المسألة الثانية: أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الصحابية لو مات وهي عليه، اللي هو الصحابي اللي عليه الحلقة، ما أفلح. الشيخ بيحملها هنا على أن هذا كان من من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن الظاهر عند أهل الإسلام أنهم يفعلون ذلك على سبيل الأسباب. وهو قال: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. إذن الشيخ بيحمل الكلام ده على الشرك الأصغر. كلام واضح جدا، عشان النقطة اللي بعديها الثالث أنه لم يعذر بالجهالة، أو لم يعذر بالجهالة. يبقى هو قصده في التكفير ولا في التغليظ؟ هو بيجعله ده شرك أصغر. يبقى إذن هو مش بيتكلم عن الخروج من الملة ولا عدم الخروج من الملة، احنا بنتكلم في قضية العذر بالجهل،
دي اللي خلت بعض المشايخ المعاصرين يقول الشيخ محمد عبد الوهاب عنده أخطاء في كتاب التوحيد. الشيخ مصطفى العدوي لما قال الشيخ محمد عنده أخطاء في كتاب التوحيد ومن ضمنها عدم العذر والجهل. هو في الحقيقة عدم تأمل للإيه؟ للمسائل التي ذكرها عشان نعرف الكلمة لم يعذره بالجهالة، لم يعذر بالجهالة. وهو قبلها بيقول على طول إيه؟ أنه فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. ده دليل على أن الشيخ بيتكلم في هذا الباب ليس على العذر في التكفير الذي نفاه وقال لم يعذره بالجهالة، ولكن يتكلم على العذر في التغليظ. فنفى هذا العذر في التغليظ. لماذا؟ لوجوب تعلم التوحيد، وأن من قصر في تعلم التوحيد فهو آثم ويستحق التغليظ، رغم أن الأغلب الأعم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الجاهل أن يرفق به، إلا أنه في مسائل التوحيد كان يغلظ ويشدد. فالمسألة في الحقيقة الشيخ هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يقل أنه لا يعذر بالجهل في مسائل التكفير، وأن من أتى بشرك لا يعذر فيكفر، بل هو الذي قال وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي، وإذا كنا لا نكفر من عبد القبور من العوام لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك هذا بهتان. هذا من أصرح الكلام، وكثير ممن ينفي عن الشيخ الكلام في العذر بالجهل أنه يقول بالعذر بالجهل. لما رأى هذه النقول بدأ أولا بتكذيبها، ثم لما استخرجت من الرسائل الصريحة الواضحة المطبوعة والمخطوطة للشيخ محمد بن عبد الوهاب صاروا في محاولة تأويل ذلك إلى مذاهب غريبة. فمن ذلك أنهم يقولون أن الشيخ إنما يعذر في المسائل الخفية ومسائل الفقه ونحو ذلك، والشيخ ينص على أنه يعذر في من عبد القبور، في من عبد الصنم يكفرهم. يقول إن لا، إذا كنا لا نكفر من عبد القبور من العوام لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نحملها على المسائل الخفية وأن مسائل التوحيد ما فيهاش عذر؟ البعض يقول ده كان في أول الدعوة على سبيل الترفق مع الناس، ولكن حقيقة الاعتقاد ليس كذلك. هل الشيخ ينافق ويداهن؟ تمعنى كلامك ده إن الشيخ بيقول لهم حاجة وهو مش قصده، إن الشيخ بيبعت الرسائل للناس عشان يستجلبهم ولكنه في الحقيقة لا يعذرهم؟ هذا أقبح من الأول، لأن الشيخ رحمه الله معروف عنه أنه ليس عنده مداهنة في مسائل التوحيد. فكيف في أول الدعوة؟ جميل، إذن أنتم تقولون أن من لم تبلغه الدعوة فهو معذور، وهكذا نقول. يقول لك لا، الدعوة دلوقتي انتشرت، نحن ننازعكم في هذا الواقع، انتشرتش في ايه؟ في مكان تاني، انتشرت في زمن ما انتشرتش في زمن تاني. وإلا فانت مذهب الشيخ إذا كنا عبد القبور، لو قلت في أول الدعوة يبقى لابد أن تجعل هذا في كل زمن ومكان لم تنتشر فيه الدعوة. أما هنختلف في توصيف الواقع، ده موضوع تاني، لأن العبرة مش يقول لك العبرة بوصول الآيات. طب ما الآيات دي كانت عند من لم يكفرهم الشيخ، بل بيكونوا حفاظ قرآن، المقصود إنه يفهم المقصود منها ودلالتها على عدم عبادة القبور ونفي عبادة القبور، وهذا الذي كان يوضحه الشيخ للناس. فكونوا مثل ما كان الشيخ رحمه الله، يعني كان يعذر الناس فاعذروا أنتم الناس حتى تبلغوهم وتقيموا عليهم الحجة، ولا تقولوا إنما يعذر في المسائل الخفية، هذا ليس صحيحا.
قد تكون مسألة يعني جلية عندك وخفية عند غيرك، ولذلك تحديد مسائل إنها مسائل خفية كمسائل الفروع وتخصيصها بذلك، هذا من هذه المسألة ليس هناك أصل عند أهل السنة بهذا. أهل السنة لا يفرقون بين مسائل يسمونها مسائل أصول ومسائل أخرى يسمونها في مسائل فروع في قضية العذر بالجهل أو في قضية التكفير، خلافا للمعتزلة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التقسيم إلى مسائل تقسيم الدين إلى مسائل أصول لا يعذر فيها المخالف ومسائل فروع يعذر فيها المخالف إنما هو مأثور على المعتزلة، وإلا فكل من لم تبلغه الحجة في يعني قل وإلا فكل من لم تبلغه الحجة في مسألة عقدية أو مسألة عملية فهي من المسائل التي يعذر فيها. وشيخ الإسلام ابن تيمية نص على ما نص عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حيث يقول ونحن نعلم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع السجود لميت ولا إلى ميت ولا دعاءه بلفظ الاستعانة ولا الاستغاثة ولا غير ذلك، بل نعلم أن هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، ولكن لكثرة الجهل وقلة العلم في المتأخرين بآثار الرسالة لم يمكن تكفيرهم حتى تقام عليهم الحجة التي يكفر مخالفها، حتى تقام عليهم الحجة الرسالية. يقول ذلك شيخ الإسلام ليكون ردا واضحا على من يقولون بل حجة الفطرة كافية وحجة العقل كافية. المعتزلة يقولون حجة العقل كافية دون بعثة الرسل، ومن وللأسف أن بعض المعاصرين ممن ينتسبون إلى العلم يقولون مثل ذلك أيضا، يقولون الفطرة بالتوحيد تكفي ولو لم يبلغه دعوة الرسل، وقد قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول بعضهم التاني يقول لك ما قد بلغت دعوة الرسول، يقول له بلغته إجمالا فصدقها إجمالا ولم يبلغه هذا التفصيل في هذه المسألة، مسألة الحلقة والخيط مثلا، مسألة سؤال الميت المدد وسؤاله قضاء الحاجات، يظن أن ذلك مما شرعه الله ولم يبلغه عن الله وعن رسوله الذي يصدقه في كل ما جاء به ويعتقد أن ما جاء به صدق وأن ما أمر به حق وعدل وأنه يجب التزامه، ولم يكن يعرف خلاف ذلك. فإذا بينت له الآية وبين له الحديث أو اتضح له ذلك بوجه من الوجوه صدق بما كان مكذبا وأقر بما كان منكرا. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على فكرة نصا في كتاب الإيمان في وجوه زيادة الإيمان في الوجه السابع، يقول ولم يكن قبل ذلك كافرا بل جاهلا. يقول فيه أن المؤمن من وجوه تفاضل الإيمان أن المؤمن والمسلم قد يكون مكذبا بأمور لا يعلم أن الرسول أتى بها، ولو علم أن الرسول بها لم يكذب ولم ينكر. فإذا بينت له الآية وشرح له الحديث أو بلغ الحديث وبين له ذلك بوجه من الوجوه أقر بما كان منكرا وصدق بما كان به مكذبا، وذلك إيمان جديد وتصديق جديد ازداد به إيمانا إلى إيمانه ولم يكن قبل ذلك كافرا بل جاهلا. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ليس منفردا بهذه المسألة، ولا أنه كان كما قال بعض أحفاده في الرد على التي فيها العذر لمن عبد القبور لأجل جهلهم، يقول أنه لم يكفرهم ولكنه لم يحكم بإسلامهم. عجبا والله، هذا من العجب.
أي منزلة بين المنزلتين هذه التي اخترعتموها وتنسبونها إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ الشيخ رحمه الله لم يكن يقول بالتوقف أو بمنزلة بين المنزلتين، لم يحكم بإسلام ولم يحكم بكفر، فما حكمه؟ ليس عند أهل السنة عبر الزمان إلا مسلم وكافر، والمنافق مسلم في الظاهر وكافر في الباطن، وليس أن هناك منزلة بين الإيمان والكفر يتوقف فيها. هذا كلام أهل البدع. أهل السنة ما عندهمش مسافة بين الإيمان والكفر، عندهم خط فاصل اللي يتخطى من هنا إذا كان هو جانب الإسلام، وتخطى هذا الخط الفاصل أتى بكفر بعد قيام الحجة الرسالية، مش الحجة الفطرية ولا العقلية ولا الميثاق الأول، لابد إيه من الحجة الرسالية ليتخط البعد ما وهو بالغ وعاقل وليس عنده موانع من موانع التكفير، وقد استوفي شروط التكفير فقد كفر. طب اللي هو قال كلام كفر خطأ، جهلا، إكراها، تأويلا، قالها وهو نائم أو في زوال عقل نتيجة التخدير المباح مثلا، راجل في عملية وبيفوق من البنك قال كلام كفر، ماشي كده؟ ده رجل ليس مكلفا، لأنه لما يعود له عقله يحاسب على ما قال. الصغير الذي لم يبلغ ووضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكريه عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. الجهل والتأويل الاثنين دول مأخوذ من قول الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. ومن زعم أن هناك أنه لا يقبل العذر بالجهل ولكن يقبل عذر بالخطأ، فإن هذا يرد عليه بالأدلة، مثل بعض الهيئات العلمية علقت على بعض الكتب كلية العذر بالجهل واعتبرته كتابا فيه بدع، وذلك لأنه يقول بأن العذر بالجهل من أدلته العذر بالخطأ، واعتبرت ذلك خللا، وهذا ليس بصحيح بلا بالتأكيد، فإن الجهل الناشئ عن عدم بلوغ الحجة الرسالية هو من موانع التكفير، كما أن الخطأ، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، هو من موانع التكفير. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح، قال في الذي وجد بعيره يضرب به المثل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، وذكر أن الله يفرح بتوبة عبده أشد من فرح هذا العبد براحلته. الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك في مقام الثناء على الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن هذا القول إذا قاله الإنسان خطأ لم يؤاخذ به. ودليل آخر ضروري ذكره الشيخ الإمام محمد بن حزم رحمه الله، أبو محمد بن حزم، حيث قال دليل ضروري أن المسلمين لم يزالوا يخطئون القرآن وينسون بعض الآيات أثناء الصلاة، وتصوب لهم، وأحيانا يصر الشخص على ذلك إما لجهل أو نسيان أو خطأ جاله ساعتها. ولذلك هذه الأشياء كلها من باب واحد، وأجمع المسلمون على أن الرجل الذي أخطأ في آية غير قاصد لذلك أو حفظها خطأ، حفظها وهو جاهل بأن الصواب من القراءة ليس كذلك، اللي علمه غلط، زي كل اللي احنا بنشوفهم علموهم التوحيد غلط ممن يقع في الشرك وعبادة القبور. فبنقول ان هذا الامر هؤلاء باتفاق لا يكفرون باجماع الامة، وهذا لم يزل واقعا، وهذه حجة لا شك فيها. ف
فإذا كان الأمر كذلك فالخطأ والجهل والتأويل والإكراه كلها من موانع التكفير، وكلها عند أهل العلم من العوارض التي تعرض للإنسان فتسقط عنه أنواع العقوبات. يبقى مسألة أن الإنسان قد يكون عالما وقد يكون جاهلا مقصرا وقد يكون جاهلا غير مقصر. فالعالم مؤاخذ طالما بلغته الحجة، والجاهل المقصر الذي كان يمكنه أن يطلب العلم وأن يسأل العلماء ثم لم يفعل آثم ومعاقب ويغلظ عليه كما في هذه الأدلة، ولكن لا يكفر. والنوع الثالث جاهل غير مقصر، فهذا لا يغلظ عليه. لذلك بنقول الكلام ده في الشيخ اللي هو استدل بكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه لا يعذر بالجهالة، هو يتكلم في باب آخر، هو يتكلم في عذره في التغليظ عليه لأنه آثم بتفريطه في طلب العلم الواجب، ولا يقصد الشيخ أنه إيه يكفره، لأنه يجعل هذا من باب الشرك الإيه الأصغر، وهو في عند التأمل هو كلام في غاية الوضوح. فلرد عليه وقالوا له لا، ده لا بد من شروط لا إله إلا الله، هذه الشروط حتى تنفع صاحبها يوم القيامة. أو اللي يقولوا منه لا يوجد عذر بالجهل إنما هو في الأمور الخفية فقط، أما مسائل أصول الدين فلا يعذر فيها. واحد نطق الشهادتين صادقا من قلبه فيها، كيف نكفره وهو لم يعلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغه من القرآن ما يبين له حقيقة ما هو عليه؟ ولا بد أن يبين له بلسانه. أحيانا بعض الأمم، عايز أقول لكم 90% من المسلمين القرآن ليس من لسانهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي، وحتى العرب منهم اللغة العامية بتاعتهم غلبت عليهم اللهجات في كل البلاد، ولا يكادون يفقهون من القرآن إلا أن يشرح لهم بلسانهم، وهؤلاء هم أكثر من يقع في هذه المسائل. ولذلك نقول لا بد من حصول البيان قبل أن يكفر الإنسان. أما الشيخ محمد عبد الوهاب فهو يعذر بالجهل في قضايا التوحيد، يعني من جهل قضية في قضايا التوحيد ووقع في الشرك الأكبر الناقل عن الملة وعبد غير الله لكنه لا يسميها عبادة ولا يدري أنها عبادة، فلا بد أن ينتبه لهذه المسألة. وأما هنا فهو لم يعذره في التغليظ عليه لأنه وقع في إثم شديد، ولذلك يجعله هو من أكبر من الكبائر. لأنه طبعا الأحاديث دي تحتمل أن يكون شرك أكبر وهو جاهل، أو تحتمل شرك أصغر وهو أولى بالجهل يعني فيغلظ عليه. والشيخ نفسه عنده قولين في مثل هذه الأدلة، يعني هو نفس الكلام ده موجود في باب من باب من الشرك التبرك بالحجر والشجر، لأنه قال فيها في قصة ذات أنواط، قال فيها أنهم إذا جهلوا ذلك فغيرهم أولى بالجهل. الصحابة قالوا اجعل لنا ذات أنواط. قال في المسألة السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم الأمر بل رد عليهم، رد عليهم يعني لم يعذرهم هنا في الإيه في التغليظ. وبعدين قال أن هذا أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. فالشيخ بيحمل الكلام ده هنا على الشرك الأصغر، يجعل لنا ذات أنواط، وفي كتابة كشف الشبهات في التوحيد بيجعلها من الشرك الأكبر، بدليل أنه بيقول وفيها أن المسلم بل العالم قد يقع في أشياء من الشرك وهو لا يدري، فإذا نبه وتاب من ساعته لم يكفر. يبقى إذن بيجعلها هنا في مسائل التكفير، وبيجعل إن هو لا يدري فهذا هو سبب عدم تكفيره. يبقى الشيخ نفسه متردد في هذا الباب، لكن هو في كتاب التوحيد
بيجعلها من باب الشرك الأصغر. وبالتالي فعدم العذر عنده هو إيه؟ هو عدم العذر في الرد والتغليظ والتشديد على من فعل ذلك لأجل أنه قصر في طلب العلم، وأن مسائل التوحيد أول واجب أن يتعلمها. وهنا بيقول كشاهد كلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، إنما هذا روي عن ابن مسعود حيث قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ومعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر، من أكبر الكبائر، فحلفه بغير الله صادقا أكبر منها، دون أن يكون ذلك في الغالب مخرجا من الملة، إنما هو كفر دون كفر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.